السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد متجدد ماتع يجمع بين المتعة والثقافة والتسلية والتعلم، موجة جديدة من أنوار القرب من الله سبحانه وتعالى. إيه رأي حضراتكم فيما يقال من أن هناك شيئا يسمى بالعلم اللدني؟ دي كلمة جديدة على ودان كتير مننا، العلم اللدني، وكمان كلمة سمعتها مش كويسة عند كتير من الناس، وكمان كلمة استخدمها ناس كتير أوي استخدام غير صحيح. النهاردة ومع هذه الحلقة ومع أعلام المربين أنا عايز أناقش مع حضراتكم فكرة العلم اللدني. يعني إيه العلم اللدني؟ عارفين الكلمة دي جت منين أصلاً؟ في قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام، والتي حكاها القرآن الكريم في سورة الكهف، وحضراتكم عارفين. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة إلى آخره. أصل المسألة إنه سيدنا موسى عليه السلام خطب خطبة ذرفت منها الدموع، والناس في بني إسرائيل تأثروا بكلام سيدنا موسى عليه السلام. فأم واحد من الناس قال له يا رسول الله يا نبي الله، هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ لاحظ إن سيدنا موسى نبي ومن أولي العزم، وعلمه ربه والكليم، وكلم الله موسى تكليما، والكلام اللي حضراتكم عارفين، وهو من أولي العزم وهو نبي صالح من أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى حبيبنا المصطفى الصلاة والسلام. الرجل قال له هو فيه في الدنيا حد أعلم منك؟ الكلام اللي احنا سمعناه من حضرتك ده، في حد في الدنيا أعلم منك؟ فقال موسى مجيبا عفو الخاطر كده مرة واحدة ورد سريع، قال له لا، يعني ما فيش في الدنيا أعلم مني. فأوحى الله إلى موسى معاتبا إياه، قال له بتقول كده؟ طيب انطلق إلى مجمع البحرين، فإنك ستجد هناك عبدا من عباد الله علمناه من لدنا علما. من لدنا يعني من لدن الله سبحانه وتعالى. فأخذوا العبارة ديت بتاعت سيدنا الخضر، علمناه من لدنا علما، فلقوا علم سيدنا الخضر مختلف شوية عن علم سيدنا موسى. الله، ده علم سيدنا موسى في ظاهر المسائل أهو، الثلاث مواقف اللي حكاهم القرآن، السفينة والغلام الذي قتله الخضر والجدار الذي أقامه الخضر، ثلاث مواقف، وفي كل موقف كنا نرى ظاهر المسألة ظاهر الشيء، وكنا نكتشف أن من وراء الظاهر أمرا جديدا. السفينة خرقتها ليه يا خضر؟ قال اكتشفنا إن السفينة ديت بتاعت يتامى وفقراء، وإنه وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. الله، ده المسألة لها وشين، إذن مش واحد. في ظاهر الأمر ده خراب، قال له خرقتها لتغرق أهلها، ده مسألة دي صعبة قوي. إذن الخضر عنده علم يختلف عن علم سيدنا موسى، لا أقول يختلف فقط وإنما يكمله أيضا. فمن هنا يا جماعة جاءت مسألة العلم اللدني. يعني ممكن واحد أمي لم يقرأ ولم يكتب يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص في العبادة ويفنى في طاعة ربه فيرزقه الله علما من لدن الله سبحانه وتعالى. أدي الفكرة وأدي أصلها، وإحنا ماشيين كده بنحكي أعلام المربين نلاقي هذه الفكرة تظهر رغما عنا غصبا عننا، لأنه هذه الألفاظ كما قلت لكم، هذه الأفكار، هذه المعاني، هذه العبارة رددت كثيرا في المحافل، في محافل المتصوفة، ورددت كثيرا في محافل العلمية، وفي أماكن كثيرة. ليه أنا بقول الكلام ده كله؟ علشان أقول لكم إنه العلم اللي احنا هنحكي شيء من سيرته هيعلمنا قصة العلم اللدني. أنا لسه برضو ما ارتحتش قوي. في حاجة اسمها علم لدني، يعني اتقوا الله وإيه؟ ويعلمكم الله. طب اتقوى الله دي تديني علم يعني مش في الكتب ولا في المراجع؟ طب يعني تقوى الله يعني لو الإنسان انغمس في تقوى الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن يعني يستغني عن الكتب ويستغني عن المدارس وعن المشايخ، ويبقى كده بينه وبين ربنا كده يقذف الله في قلبه علما زي ما بعض الناس بيقولوا؟ هل الكلام ده ممكن وارد؟ يعني ممكن يبقى صحيح؟ يعني أصل هو بقى نبي ولا إيه؟ يبقى بينه منه ربنا كده وحي بينزل عليه ولا إيه؟ يا جماعة العلم اللدني هذا
مجرد توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني هو التوفيق ده حاجة سهلة؟ لا، التوفيق ده حاجة ضخمة جدا، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى فهم بعض العلوم التي تعثر أو يعثر فهمها على كثير من الناس. ليه؟ لأن هذا الذي ألهمه الله هذا الفهم اللي كتير من الناس ما عرفوش يفهموه، ده لأنه رجل رابط قلبه بالله سبحانه وتعالى. كل اللي أنا بقول حضراتكم ده مش مقدمة، ده في صلب الموضوع. العلم اللدني هو هذه، أو هو القيمة، المعنى اللي أنا بقوله لحضراتكم النهاردة من خلال أعلام المربين. أي والله العظيم، نظف فؤادك، اربط قلبك بالله سبحانه وتعالى، عش مع أوامر الله، عش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين استعد للأنوار الإلهية التي سيقذفها الله في قلبك. يقذفها الله في قلبي؟ أيوة. هو عمره ما حصل مع حضرتك أني وانت راكب المواصلات مثلا، أو راكب عربيتك، أو ماشي في الشارع، سمعت آية بتتقري في أي حتة فانقدح في ذهنك معنى يمكن محدش واخد باله منه؟ ده حصل وبيحصل وهيحصل كل يوم. الانقداح في الذهن ده من أين جاء؟ من أين جاء؟ جاء من لدن الله سبحانه وتعالى. الإمام الذي سنعيش معه في هذه الحلقة وإحنا عايشين معه بالفعل كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب. معقولة؟ طب أنا بقول عليه إمام وهو لم يقرأ ولم يكتب؟ إمامته في الزهد والورع والتقوى والعلم الذي يخاطب القلوب ويرقي الوجدان ويزكي الأرواح والأفئدة. معقولة في كده؟ أيوة. مين ده مولانا وعاش فين وإحكايته؟ ده اسمه على الإمام الخواص. الخواص شيخ الإمام الشعراني. الخواص ده البرلسي. البرلسي عاش في البرلس، ولد في البرلس، وكمان عاش في القاهرة، ومكانه معروف حتى الآن، المكان الذي عاش فيه على إيد حضرتك اليمين كده في الحسينية وانت رايح على العباسية، على إيدك اليمين تلاقي مسجد كده مكتوب عليه مسجد علي الخواص. أهو في المنطقة دي عاش الإمام الخواص وتربى. الخواص دي إيه؟ الخواص لأنه كان يشغل منخوص النخل، يشغل منه ويشغله كده ويلضمه، شغل عمله كان كده، يشكل منخوص النخل وجريد النخل، يشكل منه إيه؟ يشكل منه حصيرة، يشكل منه إناء كده من الخوص كده يتحق تشيل فيه الفاكهة والخضار. ده كان شغله، قاعد طول الوقت يلضم الخوص وشغال في المسألة دي. طيب، ومع ذلك هو شغال كده قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. قصة جميلة قوي 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 بينه وبين الشعراني هقولها لحضراتكم، وبعدين نعيش مع فكرة العلم اللدني دي إزاي جات له، إزاي جاله العلم ده كله. أيوة. وكان عالما كبيرا طموحا. الشعراني كان بقى عالم أزهري كبير قوي، عالم في العلم الشرعي كبير قوي، وكان يمر على الخواص، والخواص قاعد تحت النخلة، نخل عارفين النخل طبعا، وعمال شغال في الخوص. واشتهر عن الخواص يا جماعة ولي الله، ولي الله، ولي الله، وما راحش مدرسة ولا راح أي حتة، إيه ده؟ ولا اتعلم عند حد؟ لا، اتعلم عند مشايخ كبار، لكن مش عارف يقرأ، مش شغلته. عارفين يمر الخواص كل يوم يقول له إيه؟ يمر الشعراني على الخواص ويبص له كده بطرف عين ويقول له إن الله لا يتخذ وليا جاهلا. شوفوا المدخل، إن الله لا يتخذ وليا جاهلا، وكل ما يعدي يقول له إن الله لا يتخذ وليا جاهلا. والخواص صابر وساكت وهادي ومش عايز يرد عليه، لغاية لما حصل موقف جميل جدا أنا هكمله وهقوله لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أنا في انتظاركم وأراكم على خير. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. يمر الشعراني على الخواص قاعد تحت النخلة، اشتهر عند الناس بأنه ولي الله، ولي الله، ولي الله، ولا راح مدرسة ولا تعب ولا ذاكر زيي. فالشعراني يقول إن الله لا يتخذ وليا جاهلا. فالمسألة دي اتكررت كتير والراجل صابر وما بيردش عليه. فبعد في مرة من المرات هو بيعدي ومارر كده قال إن الله لا يتخذ وليا جاهلا، يعني بيلقح عليه بالكلام، يعني إن الله لا يتخذ وليا جاهلا. فبصله الخواص وقال له يتخذه ويعلمه.
حط خط بقى تحت الكلمة دي، الله يبارك في عمرك، يتخذه وليا ويعلمه. وليا يعني إيه بس عشان نبقى فاهمينه كلنا، نبقى الصورة تبقى واضحة عندنا. وليا يعني والى الله بالطاعة والعبادة والشكر والسجود والصلاة، موالاة. الموالاة معناها المتابعة، موالاة. هذا الرجل والى الله بالطاعة والعبادة فتولاه الله بالعناية والحفظ. ده يبقى اسمه إيه؟ ده يبقى اسمه ولي. لما يوالي الله بالطاعة ويتولاه الله بالعناية والحفظ والرعاية، لما يعمل كده ويوصل للدرجة دي، يعلمه ولا ما يعلموش؟ ربنا يعلمه. ودي يا جماعة فكرة العلم اللدني. الخواص وصل إلى هذه الدرجة، ده كان في بداية حياته شغال بيبيع جميز، وبعد شوية فتح محل زيات، وبعد شوية قعد في محل الزيات 40 سنة، بأدب ويتعامل بأخلاق عالية وروح وثابة. إنسان كان في حاله، بس طول الوقت لسانه لا يفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى. بعد 40 سنة في محل الزيات اشتغل في مهنة الخواص، فاشتهر بالخواص. الرحلة دي كلها اللي أنا بقولها باختصار كانت تحت رعاية الإبراهيم المتبولي، والمشايخ وأهل العلم وكتاب السير يقولوا لنا هنا مفتاح السر. الحكاية دي كلها سرها فين؟ سر إن الخواص صار من أولياء الله، وعلم من لدن الله علما لدنيا، يعني قضية أن منحه الله وقدح في قلبه شيئا من المعلومات والفهم، شيئا من المعلومات والفهم التي لا يستغنى بها عن الدراسة الشرعية العلمية المعروفة. يا جماعة اتقوا الله ويعلمكم الله، ده مش معناه ان احنا ما نروحش المدارس ونقول لولادنا يا ابني ما تكذبش، يا ابني ما تسرقش، يا ابني صلي وهتبقى احمد زويل. لو حد سمعته بيقول كده يبقى بيخرف، ده تخريف، ما فيش حد بيقول كده، لان ربنا سبحانه وتعالى وضع الاسباب، والاسباب في ذلك ان تاخذ طريق التعلم، والاسباب في ان يقدح الله في قلبك نورا وفهما يمكن ما يبقاش عند حد تاني من الناس. الأسباب دي إيه؟ تقوى الله سبحانه. أسباب المسألة دي تقوى الله سبحانه وتعالى، الورع، الزهد، الشكر، الدعاء، الخشية، الخوف من الله، الرجاء في الله، كثرة الصلاة، كثرة السجود، كل هذا سبيل إلى أن يفتح الله على قلبك. مصله ساعتها القلب هيبقى صافي، والروح هتبقى كده رقراقة كده وشبعانة من الذكر ومن أنوار الذكر. في هذه المرتبة وفي هذه اللحظة نقول عنه هذا الذي يقدح في القلب وفي الذهن، نقدر نقول عليه علم لدني. ده الفكرة العامة عن فكرة العلم اللدني، مفتاح سرها عند الخواص فين؟ في إبراهيم المتبولي. مين إبراهيم المتبولي؟ هذا ولي عالم من علماء زمانه، هو الذي ربى عليا الخواص تربية على تقوى الله سبحانه وتعالى. فكان علي الخواص يقول أنا إبراهيمي المقام. إبراهيمي المقام يعني إيه بس بالراحة عشان نفهم؟ إبراهيمي المقام يعني إيه؟ يعني أنا أعبد الله وأتقي الله بمنهج شيخي الذي فهمه وتعلمه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مصادر العلم الشرعي. عارف المشايخ وكتاب السير يقولوا لنا حتى صرت تنظر في علي الخواص فتظن نفسك تنظر في إبراهيم المتبولي، والمتبولي تنظر في كأنك بتبص في علي الخواص، حتى قال الخواص صرت أنا شيخي وشيخي أنا. برضو كلام دقيق شوية، يعني إيه صرت أنا؟ يعني بقينا حاجة واحدة؟ لا، من كثرة ما تشبهت به ومن كثرة ما سرت على منهاجه وعلى أدبه وعلى تربيته بقيت كأني أنا إبراهيم المتبولي. يجي بقى واحد مش واخد باله من الحكاية اللي احنا بنحكيها، مش واخد باله من الكلام اللي احنا عمالين بنقوله، يقول لك طيب ليه ما يقتدش بالنبي عليه الصلاة والسلام على طول؟ ليه رايح يقتدي بإبراهيم المتبولي ويصير كأنه إبراهيم وإبراهيم كأنه هو بيقول أنا، ويرجع يقول أنا إبراهيمي المقام؟ ليه؟ يا أخي الكريم، هو اقتدى بإبراهيم المتبولي شيخه لأن شيخه كان مقتديا بسيدنا رسول الله، ولأن عليا الخواص لا يستطيع أن يفهم لغة الشرع ولا يستطيع أن يفهم النصوص الدينية لوحده من نفسه،
هو ينفع حضرتك تجيب حديث أم زرع مثلا وتفتي فيه لوحدك وتألفه؟ أنا عارف إن أنت مش عارف حديث أم زرع أساسا، أمال أتعلمه منين؟ أروح أسأل المشايخ اللي تعلمه، أسأل العلماء. يعني اوعى تيجي تقول لي انا اخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم واسيب مذهب ابو حنيفه. مذهب ابو حنيفه ده جابه من عندياته يعني بتاع بيتهم يعني، انما مذهب ابي حنيفه جاء به من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني اخذ في هذه المساله بكلام رسول الله بفهم ابي حنيفه. انا عايز الناس تفرق علشان صدعوا دماغنا. انا شيخ يا رسول الله، انا ماليش دعوه بلا مشايخ بلا بتاع، ولا ناتسي بحد ولا حد يبقى استاذنا ولا الكلام ده. يا استاذ الكريم، لما يبقى عندك كتاب ضخم وفيه معلومات دقيقه ينفع تروح تقراه لوحدك، ولا تستعين بانسان قراه قبلك فيعلمك كيف تقراه؟ ده الكلام، وده الكلام اللي احنا بنقوله النهارده. ايه مفتاح السر في ان سيدنا الامام علي الخواص صار من اولياء الله وفتح الله عليه سبحانه بشيء من علوم الله، من العلوم اللدنيه؟ ايه سر ذلك؟ في ابراهيم المتبولي، عالم من علماء زمانه اخذ بيد الرجل علمه التقوى وعلمه الادب وعلمه التربيه وعلمه التواضع وعلمه الديانه، فكان مجتهد ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى ولسانه يلهج بذكر الله، فنظف فؤاده فأعطاه الله بعض المعاني. بعض المعاني دي معاني جميلة قوي، ألف فيها عبد الوهاب الشعراني كتابا اسمه درر الغواص. شوف الغواص، في فتاوى الخواص شيخه، كان يغوص في كلام شيخه الخواص ويستخرج لنا دررا. الكتاب ده مليان من العلوم الجميلة البديعة، تقرأ تقدر تربط كلامه بإيه؟ تقدر تربط كلامه والمعاني التي فتح الله بها عليه بالأحاديث النبوية وبالسنة المباركة. زي إيه؟ زي كلام كتير جدا في الكتاب، أنا سأفصل لكم شيئا منه بعد الفاصل إن شاء الله. أنا مستنيكم وأراكم على خير. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وعلمناه من لدنا علما. نتعلم المعنى ده مع بعض، ما تيجوا نصفي قلوبنا ونفتح أرواحنا وأفئدتنا لله سبحانه وتعالى، فربنا يلهمنا من المعاني ومن الأنوار ومن الأشياء التي ترشدنا في دنيانا. علي الخواص الإمام صار إماما كبيرا في العلم والتقوى والزهد والورع. كان عبد الوهاب الشعراني تلميذه، الإمام برضو عبد الوهاب الشعراني كان يقعد ويسأل الخواص أسئلة، يسأله أسئلة ليه؟ طب هو الخواص ده يعني شيخ عالم يعني؟ ما أنا قلت لحضراتكم ده يعني يسر الله له ورزقه ومنحه من العلم ومن الفهم ربما ما لم يعطه لكثير من المجتهدين والعلماء على الفهم وعلى المعنى الذي وضحته لكم. يا جماعة، الخواص يسأل الشعراني، يسأل الخواص يقول له إيه؟ خد بقى نموذج من علم قدحه الله سبحانه وتعالى في قلبي الإمام الخواص. يقول له: ما الفرق في الدنيا بين الجمادات والحيوانات؟ الحيوان يعني اللي فيه حياة، ما الفارق بين الجماد والحيوان؟ يسأل الشعراني الخواص السؤال ده، فالخواص يقول له إيه؟ لا فارق، فكلهم له إدراك مع الله. إيه ده؟ لو أنت رحت سألت عالم في الأحياء يقول لك الجماد صنم ما بيتحركش. شوفوا الفكرة، شوفوا الانتباه إزاي مع الله. ده جماد، والحيوان ده فيه روح وعقل وبتاعه وممكن يسمع وممكن يتكلم، أقصد كل أنواع الحيوان يعني. لكن الخواص باصص للدنيا من ناحية تانية، باصص للحياة وللأحداث اللي حواليه من زاوية احنا مش واخدين بالنا منها، أو معظمنا يعني مش واخد باله منها. قال له لا فارق، فكل منهما له إدراك مع الله، فالجماد يسبح والحيوان يسبح.
الفارق الوحيد في أن الحيوان له حركة دائبة ومستمرة أحياناً، إلا أن الجماد تراه ساكناً بس هو من جواه متحرك، متحرك بإيه؟ بتسبيحه ذكر الله سبحانه وتعالى. ويشرح الإمام الخواص المعنى ده ويغوص في باطن هذا المعنى، وأنا والله حاسس أني برضو مش قادر أقدم لكم الفكرة زي ما هي عند الإمام الخواص، مش قادر، لأنها عميقة جدا وخطيرة قوي وزاوية غايبة عن كتير مننا. يقعد يشرح بقى يقول لكننا لا نكتشف هذا، مش نقدر نكتشف حركة الجماد إلا بمعجزة إلهية. أنا عارف العلوم الحديثة عرفت واكتشفت تحت المجهر حركة الجزيئات والمسافات البينية في المسافات البينية يعني في الجماد، وكل ما كانت المسافات البينية أضيق كل ما كان الجماد أقوى، ودي كلام معروف في العلوم الكيميائية وفي العلوم الطبيعية وفي العلوم العصرية، يقول لك النيترونات والبروتونات والذرات بتتحرك وكل حاجة. لكن هل سمع العلم الحديث صوت تسبيح الحصى؟ ده كلام الخواص. أنا ببص لكل حاجة حواليا على أنها مسبحة لها صوت مع الله. الجماد اللي انت حضرتك شايفه جماد، واللي انت حضرتك مش بتشوفه إلا تحت المجهر وفي المعامل، لا ده أنا شايفه من ناحية تانية، إنه مسبح لله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إيه إلا يسبح بحمده، ولكن إيه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه. وطبعا الكلام اللي قاله الخواص ده فعلا في سنتي وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حضراتكم عارفين إنه الحصى، وأنا هقف هنا ثانية وأقول لك خد بالك، الناس فاهمة إنه الحصى سبح في كف رسول الله، وأنا بقول لأ، الحصى كان بيسبح قبل أن يوضع في كف رسول الله. أمال إيه اللي حصل؟ الحصى سمع تسبيحه في كف رسول الله، سمعناه، لكن قبل ما يبقى في كف النبي كان بيسبح، بس احنا ما كناش سمعينه. المعجزة دي مكتوبة يمكن في بعض الكتب غلط، يقول لك ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى، غلط. الحصى كان يسبح وما زال يسبح وسيظل يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يا خبر، إيه الجمال ده؟ قال لك أمال نقدر نقول على المعجزة دي إيه؟ نقدر نقول عنها سماع تسبيح الحصى، يعني إنه تسمع الصوت ده ما حصلش إلا في كف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في كف أبي بكر فسمع تسبيح الحصى، ثم وضعه في كف عمر فما زلنا نسمع تسبيح الحصى، ثم وضع في كف غيرهما فلم يسمع ولا بطل تسبيح؟ لا، ما بطلش تسبيح، هو بيسبح، هو ده، هي دي النظرة للكون، وهو ده العلم الذي يقدحه الله في قلب الأولياء والعلماء والصالحين. ويروح يتكلم بقى عن البهائم برضو في نفس هذا السؤال، وهي أسئلة كتيرة جدا سألها عبد الوهاب الشعراني إلى شيخه الإمام علي الخواص، وتقدر تفتش عن هذا في كتاب درر الغواص، درر الغواص في فتاوى الخواص. وفتاوى الخواص كتبها بإيده؟ لا، ما كتبهاش بإيده، أمال اللي كتبها مراه تلميذه عبد الوهاب الشعراني. يتكلم بقى عن البهائم، يقول أنا مستغرب قوي ليه بتقولوا عن البهائم لا تفهم؟ ده احنا بنشوف من البهائم حاجات غريبة أو عجيبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، كلكم عارفين الحكاية دي والمواقف دي، عارفينها في السيرة، إنه سيدنا النبي دخل المدينة وهو يركب على ناقته عليه الصلاة والسلام. لما دخل المدينة ويركب على الناقة دابته صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة المنورة من الأنصار كل واحد يقول انزل عندنا يا رسول الله، انزل عندنا يا رسول الله، انزل عندنا يا رسول الله. حضرة النبي قال لهم ايه؟ دعوها، اللي هي ايه دي؟ الدابة اللي احنا بنقول عنها من البهائم، دعوها فإنها مأمورة. الخواص يقول للشعراني ايه؟ بقى بالله عليك، هو في حاجة اسمها مأمورة بدون أن تعقل وتفهم وتبقى فاهم الأمر اللي ربنا أمروا بها؟ أمرها يعني بهذا الأمر؟ مأمورة ازاي؟ وهل يؤمر إلا من يستوعب؟ الشعراني استغرب قوي وذهل، ازاي الخواص وصل إلى هذه المعاني؟ قال له اسكت يا ولا، خد بالك كمان، بالله عليك بص على العنكبوت،
عارف العنكبوت بينسج خيوطه، مين اللي علمه انه ينسج هذه الخيوط علشان يصطاد حشرة ولا يصطاد دبان علشان ياكل؟ مين اللي علمه؟ قال له يا ألا كمان مين اللي علم الفرخة؟ بص بص الحتة الجميلة دي، ودي أنا قريتها في بحث حديث يعني. الفرخة عارفين حضراتكم الفرخة إذا باطت بيضة جلست على بيضتها علشان البيضة دي تطلع كتكوت. الواحد من أهل البحث الحديث قال لك لا لا لا، سيبك من مسألة البيض الفرخة والكتكوت دي والبيضة، أنا هاخد البيضة وأعرضها لمستوى حراري من جميع جهاتها، بعد 21 يوم هتطلع الكتكوت. فالفلاح قال له اتق الله، لا يمكن الكتكوت هيطلع من البيضة إلا إذا وضعته تحت الفرخة. قال له إزاي الوقت؟ طب وبعدين عمل الحكاية دي ما حصلش وما خرجش الكتكوت. بعد شوية بصوا على الفرخة لقوها بتعمل إيه؟ لقوها سبحان الله رب العالمين، سبحان الله رب العالمين، على بيضتها 21 يوم يطلع الكتكوت. من الذي علمها؟ من الذي ألهمها؟ وهل البهائم بهائم لأنها لا عقل لها ولا تستوعب، أم أنها بهائم، دي كلمة الخواص اللي احنا بنتكلم عنه، أم أنها بهائم لأن أمرها أبهم على الناس؟ أبهم يعني مش قادرين نستوعب كل تفاصيلها. من أين جاءت هذه الفكرة لهذا الرجل؟ اتقوا الله ويعلمكم الله، وعلمناه من لدنا علما، وكما قلت لكم وأقول افتحوا قلوبكم وأرواحكم وسيروا في منهاج التربي الترقية والتزكية بين يدي الله سبحانه وتعالى لننال قسطا من العلم اللدني. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم وأن يؤدبنا وإياكم. شاكر أنا لكم حسن استماعكم، حتى أراكم في لقاء جديد وعلم جديد من أعلام المربين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.